في ذي الأيام جاء واحد سجلوا لي في بنا يبون يفقوه وهو راجل كبير من 76 عام وأول ضمايا عدوا تفاير من 2 شهور جايبوا معه بدينا نهرشوا به قال شاء الله يبقى الرجل اللي يخدم لي أنا قلبني شيطاني في مرته قلت يا مشلوم عز ضمايا في الأعقاب ويا شوبة من قالها أسود وادي ولكن صغرت وخفت ربي قلت عسى وعسى على ما يخدم شيء عسى وعسى على ما يصبحش دور عمره ريحت مع روحي بدلتها قلت يا محلى عز ضمايا في الأعقاب ويا سعد من دارها عزوة والي مشواري قدامها وفي كتاب عيني في الكبدة تضمى مثالي أحيالي على أحيالها في عقد الباب يسترها في بيت القمر رجالي تتارس في لعبها زينة الأنساب قرة عيني بعد أن يزهاني دايرهم لسنا عند حديث وجاه شعارة وأبطال هيك على جالي ودايرهم سيفي قد على الأطراف الناطح بهم في بيت الدعوالي ودايرهم الفاتحة ألواح وطلاب وضواية وأقلام وطلية صيصانة دايرهم قابع للي جح الطاق مقصودي بهم رجالك ورجالي دايرهم وجبات لطيف الرحاب صرعوا فوج لا تعد زوالي دايرهم قايا وجبة للي كاب زخرفة في عيدها معطل فالي دايرهم أغصان مورد للي قاب دور العام تكون زي خبوهالي قالوا بياتنا مش طيب الدور وغير النقش اللي فيه قالوا زين النقش في الدور عطاف وزين الذر يزيد بمثالي يا ولدي هدي جهد مع الأسباب من بعد المعنى تفهم مقالي القلب الصافي ولسان معها رطاب وجوابي ما تنقل شر دوالي أرتع وارتب وما تقول الحالة صعاب وفاتوني حجاج للشرط الثاني ومن يتبع وما تدفع مكان أكدو فينا خار مكار وحساد لبد لبي يهدالي حتى كفاه والحواجب وناظر شاف ومشبه لبليس قوله في عالي